معايا كريس إيهاب حلمي. كريس. أستاذ إيهاب. إزيك يا عمر؟ كويس الحمد لله. مبروك، أنت بقيت بطل عالمي دلوقتي يا كوكو. شكرا أستاذ إيهاب. إيه أهم الخبرات بقى واللي أنت حسيت بيه في السفرية ديت؟ أنا عارف إن أنت كان معاك أختك زولينا، كانت بتلعب في فريق البنات، بنشكرها جدا وبنبارك لها، وهنكلمها برضو معاك لو هي جنبك، واحنا بنشوف صورك دلوقتي، وعارفين ان انتوا كمان الاسر، يعني كل البيرنتس ماما وبابا كانوا موجودين بيدعموكوا. احساسك ايه بالبطوله دي؟ تمام. وانا قبل اي حاجه كنت احب اقول شكرا لكل المدربين بتوعنا، ويعني هم بجد وقفوا جنبنا كتير قوي وتعبوا معانا في السفريه دي عشان تطلع وينظموها، وطبعا الاتحاد المصري بتاع الدوتش بول. احنا طبعا كده كده يعني فخورين ان احنا روحنا مثلنا بلدنا، رفعنا علم مصر في كيب تاون هنا في ساوث افريكا جنوب افريقيا، وكسبنا 5 كؤوس من كل الاعمار، في لعيبه كتير قوي جت، وكان في صعوبات كتير عشان نوصل، وتعبنا واتدربنا كتير. ويعني احب اشكر كل الكلام كل الكوتشز، ده اهم حاجه الحمد لله. انتوا لعبتوا كم مباراة في الفريق بتاعك يا كريس؟ احنا كنا بنلعب مباراة رايح راجع، لعبنا 7 مباريات. ياه. ولكن احنا مصر عشان كنا كسبانين من بدري لعبنا 6 بس. هايل. والنتائج يعني الفروق كبيرة في النتائج، انا مكتوب قدامي، يعني انا مش بفهم قوي، لكن مكتوب مثلا ارقام زي 26-0 وكده، ده صحيح؟ تمام. هو احنا الست اللي هو مجموعة الماتش بيبقى متقسم ماتشات صغيرة، بيبقى 2 بوينت، فاحنا مصر كانت كسباهم 26-0، يعني كنا يعني كسبانين بفرق كبير قوي. والحقيقة كده كده الفريق الافريقي يعني كان بيحاول يلعب ضدها، ويعني كان ناس طيبة وكل حاجة، لكن عشان مصر الحمد لله يعني كانت أخدة مركز أول في كل حاجة. والمنتخب المختلط كان 26-4. تمام. نتائج حلوة قوي، انتوا عاملين نتائج حلوة، ألف ألف مبروك. مين جنبك نقدر نكلمه يا كريس؟ بابا، جولينا، ماما؟ يبدو ان الصوت قطع، بس ألف ألف مبروك. احنا ما بين نارين، عايزين نفرح ونفرح ولادنا الابطال اللي في جنوب افريقيا، وعايزين نكلم مع الاهالي ونشوف دورهم وتعبهم ورعايتهم لاولادهم.